بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة السيدات والسادة المشاهدين، مشاهدي قناة الرياضية الكرام، أينما كنتم وأينما تواجدتم، في وجدة، في أكادير، داخل مملكتنا المغربية الغالية أو خارج أرض الوطن، أرحب بكم في هذا البث التلفزيوني المباشر من هنا من مدينة وجدة، وبالضبط من الملعب الشرفي. هذا هو الطاقم التحكيمي بقيادة حمزة الفارق، 32 سنة، ابن مدينة خريبكا، الذي سيتولى الإشراف على تحكيم هذه المقابلة الكروية الاحترافية. إنوي القسم الثاني، أجواء جميلة هنا في مدينة وجدة، حضور جماهيري كبير هنا في هذا الملعب، أيضا تنقل كبير لعشاق نادي حسنية أكادير الذين تنقلوا قادمين من مدينة أكادير في هذه اللحظات. حمزة الفارق يعطي انطلاقة أحداث الشوط الأول. على يسار الشاشة مولودية وجدة بالقمصان باللون الأخضر والأبيض، على يمينها نادي حسنية أكادير بالقمصان باللون الأحمر. تنطلق المواجهة وينطلق الشوط الأول، وتنطلق معه فرص ومحاولات الفريقين. كل فريق وكل ناد سيبذل كل ما في جهده للفوز والانتصار. هنا عمر نجحي لنادي مولودية وجدة، هل ستأتي بالجديد وهل ستأتي بالخبر السعيد لعشاق نادي مولودية وجدة الذين يتابعون المقابلة بالآلاف في المدرجات وبالملايين في مختلف أنحاء العالم، ينتظرون خبرا سعيدا، فرصة، إمكانية التسديد. الفرصة مرت بسلام، هي الفرصة الأبرز وهي الفرصة الأخطر لحد الآن في هذه المقابلة الكروية. تعود الكرة من جديد، فرصة بفرصة ومحاولة بمحاولة، ضغط كبير، بحث متواصل في هذه الأثناء، إمكانية الوصول. بول فالير، جول! بول فالير، جول! بول فالير يسجل. بول فالير يصل لمرمى الحارس المهدي الجرباوي في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء، ينجح بول فالير في الوصول لمرمى نادي حسنية أكادير. أفضل سيناريو، أفضل بداية، تخطيط ثم تنفيذ ثم تسجيل للهدف في مرمى الجرباوي. هنا اللقطة، تسديدة لا تصد ولا ترد، بقوة سدد تأمين التقدم، بينما يبحث نادي حسنية أكادير عن هدف للتعديل، لتعديل النتيجة والعودة في هذه المقابلة الكروية. هنا فرصة، وصلت الكرة لأيوب الأخضر، ما الذي سيفعل أيوب؟ يحاول المراوغة، أيوب يجيد المراوغة، يفضل العودة، يعود لفادي بنشوق، المراوغة من فادي، من فادي، إلى أين أرسلتها يا فادي؟ لمهري، الفرصة ما زالت متواصلة دائما لعناصر نادي حسنية أكادير. تسديدة بشكل ممتاز، هي الفرصة الأبرز بالنسبة لأبناء مدينة أكادير. تسديدة حمزة أفصل، هنا الفرصة الماضية، تصويبة قوية في اللقطة الماضية من حمزة أفصل. حمزة في الرواق الأيسر، يحاول جونيور مبيلي، يحاول المراوغة الكونغولي، العرضية من الكونغولي، لكن الكرة تصل للمهدي مفتاح. الكرة وصلت للمهدي مفتاح في الوقت المناسب. هنا كانت العرضية من جونيور مبيلي الأرجنتيني، اليوم يشرف على تدريب الفريق مدرب آخر أيضا من أمريكا الجنوبية، من البرازيل، فادي بنشوق. يسدد فادي بنشوق بالقدم اليسرى، فادي الذي بحث عن مفاجأة المهدي مفتاح الذي يعود في وسط الملعب. حمزة الفارق حكم الساحة، هنا الفرصة الأخيرة، تسديد ركلة مرمى لنادي حسنية أكادير. وفي هذه اللحظات حكم الساحة السيد حمزة الفارق يعلن عن نهاية الشوط الأول بتقدم نادي مولودية وجدة بهدف مقابل لا شيء أمام نادي حسنية أكادير. جمع أكبر عدد من النقاط فيما تبقى من مباريات في هذا الموسم. في هذه اللحظات حكم الساحة السيد حمزة الفارق يعطي انطلاقة أحداث الشوط الثاني. على يمين الشاشة نادي مولودية وجدة، على يسارها نادي حسنية أكادير.
في آخر اللحظات من اللقاء. ثلاث نقاط كانت مهمة بالنسبة لنادي حسنية أكادير، نادي حسنية أكادير الذي سيبحث عن العودة في هذه المقابلة. الكرة وصلت لبول فالير السنغالي، من بول إرسال الكرة لعبد القادر قيبوع في منطقة الجزاء، الكرة تصطدم بالقائم الثاني لمرمى الحارس المادي الجرباوي. مرت الفرصة بسلام، مرت الفرصة بسلام على مرمى نادي حسنية أكادير. على مستوى غرفة الفار حمزة الفارق، خطأ، ركلة حرة مباشرة لنادي حسنية أكادير، تنفيذ تدخل من بول فالير، يتدخل بول، تعود الكرة من جديد دائما لنادي مولودية وجدة. الكرة وصلت لعبد القادر قيبوع، ما الذي سيفعل عبد القادر؟ يعيد الكرة لمرشاد هشام الذي كان بإمكانه استثمار الفرصة والتسجيل ومنح نادي مولودية وجدة هدفا آخرا في هذه المقابلة الكروية. الكرة خرجت، فادي بنشوك هو الذي سيتولى مهمة التنفيذ، ينفذ التونسي، الكرة تصطدم بالعارضة، هي الفرصة الأبرز، هي الفرصة الأخطر بالنسبة لنادي حسنية أكادير في هذه المقابلة الكروية. هنا فادي بنشوك، ضربة رأسية مرت بسلام على مرمى نادي مولودية وجدة، وعبر قناة الرياضية ينتظرون خبرا سعيدا. فادي بنشوك فوق العارضة، يواصل نادي حسنية أكادير خلق المتاعب لحارس المرمى المادي مفتاح. هنا فادي بنشوك، ضربة رأسية فوق العارضة على بعد سنتيمترات قليلة فقط من مرمى الحارس المادي مفتاح، كان على وشك التسجيل. كاتي كاتالوندي، هنا فرصة بول فالير، محمد الشيخي، فرصة تسديد، جول 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 في الدقيقة 87 ينجح نادي مولودية وجدة في التسجيل وينجح في الوصول لمرمى نادي حسنية أكادير بعد بحث طويل وبعد العدد كبير من المحاولات ومن الفرص. ينجح الفريق في التسجيل وينجح في الوصول للمرمى عن طريق اللاعب هشام مرشاد. كرة في وسط الملعب، آخر فرصة، آخر محاولة في هذا الشوط وفي هذه المقابلة لنادي حسنية أكادير. وفي هذه اللحظات حكم الساحة السيد حمزة الفارق يعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز جديد ينجح في تحقيقه نادي مولودية وجدة في هذا الموسم الكروي